السلام عليكم ورحمة الله. اليوم لخصت أحياء للصف الثالث متوسط الفصل العاشر أعضاء الحس، لخصت 15 ورقة. ما راح أقراهن، بس راح أخليكم تاخذوها كصور، ونزلت هنا بقناتي على التليجرام، تقدرون تسحبوهن كصور. الفصل العاشر أعضاء الحس، فروقات وأسئلة وتعاليل. يلا عيني، أخذوا صورة لهذه الصفحة الأولى، هذه الورقة الأولى. زين، هاي الورقة الثانية، هم أخذوا لها صورة. وهذه الورقة الثالثة. وهذه الورقة الرابعة. وهذه الورقة الخامسة. وهذه الورقة السادسة. وهذه السابعة. وهذه الورقة الثامنة. وهذه الورقة التاسعة. هذه التاسعة. وهذه العاشرة. وهذه الدعش. هذه الورقة الدعش. وهذه الورقة 12 عيني. هذه 12. وهذه الورقة 13. هذه 13. وهذه 14. وهذه آخر ورقة 15. هاي عيني، لخصت الفصل العاشر 15 ورقة. إذا ما لحقتوا على الفيديو، نزلتني بقناتي على التليجرام. وإن شاء الله التوفيق.